انتهت الانتخابات الأمريكية، فاز من فاز وخسر من خسر، لكن ما يهمنا فيها هو ما نحن بصدده بعد غد، أي الانتخابات النيابية الأردنية، ومقدار ما ينبغي أن نأخذ بالأسباب للحذر وحماية أنفسنا من خطر وباء كورونا الذي يفتك بنا وبالعالم. هل هذا الكلام يفيدنا إذا اطلعنا على التجربة الأمريكية وكورونا، وأيضا ما يصيب الناس اليوم من أضرار إضافية من هذا الوباء بسبب الانتخابات أم لا؟ ما الذي ينبغي لنا أن نقوم به بعد غد حتى لا نصاب بكورونا؟ وقبل هذا وذاك، هل زادت الانتخابات الأمريكية من أعداد الإصابات فعليا؟ لمناقشة هذا الموضوع نستضيف اليوم عبر سكايب رئيس قسم الأبحاث التنفسية في مركز بلاسينج هيلث كير الدكتور همام الفرح. صباح الخير دكتور. دكتور، بداية هذا الاستحقاق الديمقراطي لربما الذي حصل عليه الكثير من الأمريكان متواجدين كانوا بكثافة في الشوارع للاحتفال بنتائج الانتخابات. نحن لا ننتقد، لكن شاهدنا من عمان عدد كبير جدا من الناس كانوا موجودين بالشوارع حتى وإن كانوا يرتدون الكمامات، لكن كانوا متقاربين من بعض، حتى يعني بيقولوا أنه الإنترنت كان ضعيفا في بعض الولايات من كثر تجمع الناس. هذه التجمعات اللي لربما لا تستطيع أن تمنعها، هل ستكون نتائجها كبيرة على القطاع الصحي في أمريكا؟ هل سيكون هناك ارتفاع بأعداد حالات كورونا؟ طبعا 100% لسببين كبار. أول شغلة لازم نفهم أنه الكمامة ليست حماية تامة من الفيروس. يعني أحسن الدراسات أثبتت أنه نسبة حماية الكمامة بين 50-60% فقط. هلا طلع الدراسة امبارح بتحكي أنه 1 من 6 أشخاص اللي بيدخلوا على المستشفيات بيكونوا من القطاع الصحي. وهاي الدراسة أنا بعتها للدكتور نذير وللدكتور عزيز محافظة في الأردن، لأنه سمع للأسف الشديد أنه في وفيات في القطاع الصحي والأطباء في الأردن. نعم. طبعا احنا بنعالج المرضى في كمامات، بس انه 1 من 6 يصاب بالفيروس معناته الكمامه ليست كفايه على الحمايه. زي ما تفضلتي انت، الشغله الثانيه اللي هي التباعد الاجتماعي. الشغله الثانيه اللي بتصير في موضوع الانتخابات انه الناس بتصرخ وبتحتف وبتتفاعل مع الموضوع، هذا بيجعل الرذاذ اللي بيطلع من فم الشخص اقوى، الدروبلتس اقوى. احنا بنحكي بدنا مسافة التباعد 6 أقدام، لكن في حالة الصراخ العالي، في حالة الغناء، في حالة الفرح أو في حالة الاعتراض، شو ما كنت أنت مؤيد أو معارض، المسافة اللي بيسافرها الرذاذ الدروبلت بتحول من 6 أقدام ل16 قدم. معناته بيصير احتمال إصابة أكبر على مسافة أكبر. إذن هناك توقعات بازدياد عدد حالات المصابين بكورونا. ما بعرف، ألم تنتبه لربما الحكومة هناك لأنه هذه التجمعات خطيرة، وحتى وإن كان هناك استحقاق ديمقراطي سياسي؟ هو الوضع في أمريكا السياسي الآن سيء وصعب جدا، لأنه إذا تطلع على الانتخابات فارق الأصوات اللي صار عبارة عن قليل جدا، يعني تقريبا 100,000 صوت فصل بين بايدن وترامب، واللي صوتوا 150 مليون شخص. فالقارب الفارق قريب جدا. الشغله الثانيه انه الكونغرس الان انعكس، صار معظمه مع الجمهوريين. فصارت عندنا زي ما حكي بسموها سبيد جوفرمنت، يعني الحكومه اصبح الرئاسه الديمقراطيه والكونغرس الجمهوري. وفي الحاله هذه بسموها تقريبا زي الشرق النصفي، انه ما بيصير اي شيء في الوضع السياسي، اي تغيير في الوضع السياسي. طبعا انا مش محلل سياسي احكي في الموضوع، بس الموضوع انه في من تحمس كبير من الجانبين. ففي مظاهرات كبيره معترضه، في مظاهرات مؤيده. في نهايه الموضوع احنا الحالات الان وصلت عندنا 125,000 حاله في اليوم. فانه احنا مش متوقعين زي الحالات، اوريدي زادت الحالات، احنا متوقعين الرقم يوصل تقريبا ل 200,000 حاله في اليوم. واحنا بنحكي عن 200,000 حاله بالنظام الصحي الامريكي اليوم، هل يتحمل هذا الرقم او انه رح نشوف ماساه جديده يعني؟ لا، أريد احنا شايفين مأساة جديدة. يعني أنا مثلا في المنطقة أنا فيها تقريبا في خلال 300 ميل في المنطقة أنا فيها، احنا المستشفى الوحيدة اللي بتستقبل مرضى الكورونا، لأن المستشفيات الثانية كلها منتهية عبث. الشغلة الثانية
اللي بتصير انه في علاقه كبيره بين كميه الفيروس بدخل الجسم واحتمال دخول الاي سي يو. بمعنى اذا انت قريب جدا من الشخص اللي اصابك راح تكون كميه الفيروس اللي تدخل لجسمك اعلى. اذا دخلت كميه اعلى من الفيروس لجسمك هذا بزيد احتمال دخولك على الاي سي يو واحتمال وفاتك. معناته احنا حالات الاي سي يو راح تصير عندنا تكون اكبر. الان احنا اليوم مثلا حكى معنا مدير المستشفى انه صار نقص في الادويه اللي في الاي سي يو، مثلا الادويه اللي نستعملها في السيديشن نزلت، الادويه اللي نستعملها في الفيروس الريمديزافير الفنتنل صار نقص في الادويه. ما في اي نظام صحي في العالم سواء في الولايات المتحده او في اي دوله في العالم بتحمل زياده كبيره في اعداد الكورونا فيروس، ما في اي دوله في العالم تحمل هذه الزياده. طب دكتور، كما تعلم نحن أيضا يعني بعد يومين إن شاء الله رح يكون في عنا انتخابات برلمانية، كان هناك الكثير من الأصوات التي تطالب بتأجيلها، لكن أيضا وجهة نظر الحكومة وأيضا الهيئة المستقلة للانتخاب إنه هذا الفيروس قد يستمر إلى سنة وسنتين، وأيضا دستوريا البلد اليوم في فراغ تشريعي، لذا يجب علينا البدء والانتخاب يوم الثلاثاء. حسب الإجراءات الموجودة اليوم رح يكون في قفازات، رح يكون في كمامات، رح يكون في تباعد اجتماعي وإلى آخره من كل هذه البروتوكولات الصحية، لكن ما المطلوب اليوم من الأردنيين لحتى يكونوا دارين بالهم أكثر لحتى ما تزيد أعداد الإصابات؟ أنا اليوم غير مصاب بكورونا لكن أريد أن أمارس حقي الدستوري في الانتخاب، كيف بقدر أكون ضامن أنه أنا بدي أروح أصوت وأسحب حالي وأرجع دون أن ألقط الفيروس من أي شخص آخر؟ يعني هو الأهم شيء في موضوع الكورونا الآن أصبحت الوعي الاجتماعي، لأنه الآن أصبح في انتشار اجتماعي تقريبا في جميع دول العالم. أوروبا الآن زي ما بتعرف سكرت كثير، بريطانيا، فرنسا، حتى اليونان سمعنا اليوم بلش تسكر. في أصوات بتنادي في التسكير في الولايات المتحدة، في بعض الولايات مثل ولاية إلينوي سكرت المطاعم. في الأردن عدد الحالات للأسف الشديد الآن كبير جدا، وزي ما حكينا احنا ما في أي نظام صحي في أي دولة من العالم بتحمل انتشار اجتماعي لفيروس الكورونا. فمهم جدا وعي المواطن الان. يعني في احنا بنعرف انه في ناس مثلا بتقول لك لسه هذا الموضوع مثلا مؤامره ومش عارف شو الحكي هذا، احنا يعني سمعناه كثير الحكي هذا. الان يعني مع زيادة الحالات والوفيات يجب ان يكون وعي للمواطن. زي ما تفضلتي انت، تباعد اجتماعي اتليست 6 اقدام، تصويت، لبس الكمامات، ما في داعي للتصريخ، لان زي ما حكينا احنا اي تصريخ او اي يعني انفعالات او اي التشيع بتزيد نسبة الفيروس اللي بيطلع من فم الإنسان، وبتزيد نسبة المسافة اللي بينتشر فيها فم الإنسان. فالشخص يروح يمارس حقه القانوني وروع البيت، وبعد تطلع النتائج ما في لا احتفالات ولا اعتراضات. إذا بيصير إشي يتم عن طريق التلفون أو عن طريق السوشيال ميديا، لكن يجب أن لا تتم أي تجمعات لأنه الكمامة لا تحمي. أكثر إشي الكمامة تحمي 50-60%، وزي ما حكينا إذا بيصير يعني ارتفاع في الاصوات والناس بتهتف وشاوتينج راح يصير الفيروس من 6 اقدام ل 16 قدم، وهذا صعب جدا انت تعمل 16 قدم بين الناس. وزي ما حكينا دائما نتذكر انه حالات دخول الاي سي والوفيات بتصير اسبوعين لثلاث اسابيع بعد ارتفاع الحالات. يعني اذا صارت الانتخابات يوم الثلاثاء لا سمح الله، اذا صار بسببها ارتفاع حالات احنا نتوقع اسبوعين ثلاث اسابيع بلش الدخول على الاي سي يو ولو في تاخير. فهذا مهم جدا الناس تستوعبه. فاذا في حالات كثيره اوريدي موجوده في الاردن وتم ارتفاع ثاني بسبب الانتخابات، معناته النظام الصحي مش راح يقدر يتحمل هذا الحكي، معناته راح يصير نقص في الاي سي يو في الجهاز الطبي. وزي ما حكينا احنا مشكله ثانيه عنيها الان انه كثير من الجهاز الطبي اصوب في الفيروس. يعني احنا في الاي سي يو عندنا مثلا الاسبوع الماضي تقريبا نص ممرات الاي سي يو اصيبوا في الفيروس، معناته انت راح يصير عندك نقص اطباء، نقص تمريض، مش عندك اسره، مش عندك ادويه، مش عندك التمريض. شو النهاية بيصير؟ النهاية بيصير عدد الوفيات رح ترتفع بشكل كبير. بدل ما يموت مثلا 1-2% في الفيروس رح تصير نسبة الوفيات 5% و6%. نعم دكتور، وعي المواطن هو الأساس في هذا. دكتور، هل يكفي الأربع أيام؟ يعني نحن يوم الثلاثاء سيكون يوم الانتخابات، ابتداء من الثلاثاء الساعة 10 مساء حتى يوم الأحد رح يكون في عنا حظر شامل بكلنا، رح نكون موجودين ببيوتنا إلا بعض القطاعات التي يجب عليها أن تعمل. الأربعة أيام هدول يعني هل يعتبروا إيجابيين؟ هل هي للتقليل من الاختلاط؟ لكن في الأربع أيام أيضا في حال أنا كنت قريبة من مصاب كورونا، هل ممكن هاي تحميني أكثر أم أنها صحيا ما إلها داعي؟ لا، إذا الشخص تعرض للفيروس أوكي
في احتمال تقريبا لأسبوعين يتعرض للإصابة. يعني مثلا إذا سمح الله تعرض الإنسان يوم الثلاثاء في الانتخابات تقريبا لأسبوعين، أوكي، بيصير احتمال الإصابة في إذا تعرض في هذا اليوم. هذيك الموضوع الأربع أيام إنه ما يصيرش احتفالات، لأنه زي ما حكينا الخوف إنه مش بس إنه تنتخب الشخص وروع بيته، لما تطلع النتائج الناس تتظاهر، أيضا الناس الداعمة أو الناس اللي هي متظاهرة زي ما صار في الولايات المتحدة، مشجعين بايدن مشجعين ترامب، جمعوا الناس مع بعض مع الهتافات، يعني الناس بتصير تصرخ، فبس بالتالي زي ما حكينا عن الترذاذ بنتشر بشكل أكبر، بصير إصابات عالية جدا. فهاي أربعة أيام، إذا صارت إصابات في يوم الثلاثاء مش راح تبين في الأربعة أيام، معظم الناس بتصير أعراض عليها بين 5 إلى 7 أيام. فإذا صارت لا سمح الله بنسبة إصابات عالية يوم الثلاثاء، راح تبلش الأسبوع اللي بعده والأسبوع اللي بعده دخول المستشفيات. الأربع أيام مش هدفها إنه شو بيصير يوم الانتخابات، أربع أيام هدفها إنه ما يصيرش بعد الانتخابات التجمعات والاحتفالات اللي بتسبب هاي الإصابة للناس. فبالتالي وعي المواطن يوم الانتخابات هو الأساس، لأنه إذا صارت يوم الانتخابات إصابات عالية جدا، معناته الأسبوع اللي بعدي والبعدي بتبلش الإصابات، وزي ما حكينا إحنا بعد أسبوعين بتبلش دخول الآي سي والوفيات، في تأخير تقريبا أسبوعين لظهور الأعراض، وبعدين كمان من 5 أسبوع لدخول الآي سي والوفيات. اللي صار في أمريكا مثلا الحالات الحائل اللي زادت هلا، لأنه صار في لما عمل ترامب تجمعات الانتخابية الكبيرة هذه في الولايات قبل أسبوعين ثلاثة، الآن إحنا بنشوف نتائجها، ففي تأخير أسبوعين ثلاثة لظهور الأعراض وبعدين لدخول الآي سي يو. فيوم الثلاثاء لازم يكون في التزام كامل انه هذا الاربع ايام بعديها ما تحل مشكله يوم الثلاثاء. دكتور ايضا احكي لنا شو اخر اخبار الفاكسين او المطاعيم؟ اخر اخبارها الان بنعرف احنا في شغلتين مهمات، شغله الفاكسين متوقعين الان خلال 4-5 أسابيع انه يصير الفاكسين يكون ابروفد. الان الفاكسين موجود، الان الحكومه الامريكيه قررت انه يتم توزيع الفاكسين على المراكز الصحيه. المشكله بالفاكسين زي ما حكينا المره الماضيه انه بيحتاج الى يكون حراره مجمده -70. عمليه توزيعه راح تكون صعبه شويه، تكون لازم يحتاج الى انه يكون مفرز لدرجه حراره واطيه جدا. فاللي راح يسووه الان هو راح يوزعه على المستشفيات الان، ونستنى عبين ما الاف دي اي اللي هي هيئه الدواء تعطي الاوكي انه نعطيه للناس. فبدال ما انه نستنى لما تعطينا الاوكي وبعدين بلش التوزيع، لان التوزيع راح يكون صعب وراح يتم في الجيش الامريكي، راح تم توزيع الان وتم تخزينه، ولما تعطي الاف دي اي انه اوكي بلشوا التوزيع راح تبلش التطعيم. بتوقع خلال 4 أسابيع يعني تقريبا في منتصف شهر 12 نبلش التطعيم للمرحله الاولى اللي هي الاطباء والممرضين، وبعدين المرضى الكبار في السن. الموضوع في كمان المطعوم الصيني بلش تجارب في البحرين في الامارات. المشكله المطعوم الصيني ما خلصوا المرحله الثالثه منه. المطعوم الأسترازينيكا اللي هو بيتم في بريطانيا أعلنوا اليوم خلال الأسبوع الماضي أعلنوا إنه تقريبا راح يكونوا جاهزين في شهر 1. أنا باعتقادي إنه شهر 1، 2، 3، و4 راح يكون تطعيم في معظم دول العالم، يكون الوضع جاهز. بايدن في تصريحاته يعني علق كثير على فترة كورونا اللي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا وعد الأمريكيين بأنه رح يحاول احتواء هذه الجائحة. هل الاحتواء هو ما يتحدث عنه هو وجود المطعوم، أم هناك أشياء أخرى لربما نحن لا نعرفها في المجال الطبي؟ لا لا، هذه تصريحات كلها سياسية، ويعني ما في شيء جديد راح يجيبه بايدن ولا غيره. يعني الشركات الفايزر والاسترازينيكا الدراسات الان اكتملت، احنا استنى في النتائج اللي تم. في عده علاجات موجوده الان بلشت دراستها. الاكثر شيء البروميسنج اللي هو العلاج اللي اعطي لرئيس امريكي لما دخل على المستشفى في والتر ريد، وهذا العلاج هو اللي حكينا عنه احنا مضادات الحيويه. احنا بلشنا المرحله الثالثه الان، والحكومه الامريكانيه الاسبوع الماضي اتصلت في المركز تبعنا، احنا راح نكون جزء من هاي الدراسه عن طريق الناس. الهدف منها انه لما الاشخاص اللي هم يعتبروا اكثر خطوره دخول اي سي يو لما يتم اصابتهم في الفيروس يتم اعطائهم، هم برا المستشفى يتم اعطائهم الجرعه قبل دخولهم على المستشفى. احنا بلشنا في المرحله الثالثه الان في مراكز متعددة في الولايات المتحدة، وإحنا راح نكون واحد من هاي المراكز راح ندرسها.
في مطاعيم ثانيه غير مطعوم الفايزر ومطعوم الموديرنا. احنا عندنا كمان دراسه في المركز تبعنا على مطعوم اخر موجودين. اللي بحكيه بايدن وهذول كلها شغلات وهتافات سياسيه وما في شيء. الموضوع ببساطه انه الان الناس لازم تلتزم بالتباعد الاجتماعي، الناس لازم بلبس الكمامات على بما يجي المطعوم. المطعوم راح يكون في نهايه شهر 12 و1 و2 و3 و4 راح يتم توزيعه على الناس. بالنسبه للعلاجات الموجودين الان، في عندنا الدكساميثازون، في عندنا المميع الدم، في عندنا الريمديزافير، في شغلات ثانيه يتم دراستها. احنا بندرس شيء اسمه الارالاست، في مراكز اخرى بتدرس ادويه ثانيه، هاي راح تاخر وجودها. واخر شيء بروميسنج زي ما حكينا هو الدواء اللي تبع البريزنت اخذ البريزنت ترامب. اذا بنقدر نخلص احنا اللي هم يعني مستعجلين جدا، يعني امبارح بعثونا اول امبارح بعثونا الاوراق اللي عاده بعطونا اسبوعين نكملهم، طلبوا منا نكملهم في 24 ساعه، فكملنا 24 ساعه وطلبوا نحضر الفارماسي والشغلات هذه. باعتقادي خلال شهرين ثلاثه راح نطلع نتيجه هاي الابحاث. دكتور، هل أيضا ما أشاع حول وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت في أوروبا صحيحة أم غير صحيحة؟ نعم، صار في تغيير طفرة جيني على الفيروس اسمها 6.4، أصبح أكبر قدرة على الانتشار. أصبح انتشار الفيروس من شخص لآخر أكبر قدرة، وللأسف الشديد معظم الإصابات اللي بنشوفها الآن حاليا عندها هاي الطفرة. الشيء الوحيد اللي ما صار حاليا والحمد لله انه ما في تغيير جيني على الفيروس بيجعل اكثر خطوره. هلا الفيروس هو خطير جدا، ما في داعي، يعني ما في شك انه الفيروس خطير جدا، بس اذا تطلع على الـ على الـ على بشكل عام على كل الحالات، تقريبا لو اصيب مثلا 100 حاله نتوقع احنا 15 ل 20 بيدخلوا على المستشفى، ونتوقع تقريبا واحد او اثنين وفيات حسب المركز وحسب تجهيزات المستشفى ووجود الادويه الموجوده فيه. لحد الان هذا الحكي ثابت، معناته الفيروس ما اصبح اكثر شراسه في الاصابه، لكن التغيير اللي صار اصبح سرعه انتقاله. يعني مثلا اذا انا وياك بتحدث الان في الاستوديو او انا عندي الفيروس لا سمح الله بنقل لك اسرع، بسهوله اسرع. وهذا الان خطوره مع الانتخابات في امريكا، انتخابات في الاردن، اعياد الميلاد القادمه، تجمعات عيد الشكر في الولايات المتحده، الناس تجمع مع بعضها، هاي خطورته الان اصبح انه اسهل انتشار الفيروس. وزي ما حكينا احنا معظم الاصابات اللي بتصير الان تحمل هذا الفيروس، عشان هيك الاوروبيين بلشوا في التسكير مره ثانيه، مع انه هذا بظرف الاقتصاد بشكل كبير، بس بلش التسكير لانه معظم حالات الفيروس تحمل هذا الطفره الجديده. بس لحد الان الحمد لله ما شفنا انه صار تغيير الفيروس بشكل انه يصير اكثر شراسه، وما شفنا تغيير بغير من المطعوم، لانه مهم جدا سم تايمز شو بيصير انه الفيروس نفسه اللي البروتين على 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 سطح الفيروس بتغير، معناته انه المطعوم اللي بنعطيه للناس ببطل فعال. اوكي؟ هذا ما شفنا، فالان يعني الامور ماشي منيح لحد الان، الامور ماشي منيح من ناحيته، بس ايش صار اكثر انتقال؟ فهذا معناته انه وعي المواطن هو الاساس قبل ما تيجي الادويه وتيجي الفاكسينيشن. الموضوع مش موضوع حكومه ولا بايدن ولا 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 ترامب، هي كلها عباره عن مهاترات سياسيه اساس الحزب الفلاني الحزب العلاني. الاساس في الموضوع هو وعي المواطن. هل الناس تلتزم في لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي قبل ما تيجي المطعوم؟ اذا ما في الحكي هذا راح يصير انتشار اجتماعي، راح يصير انهيار القطاع الصحي في اي دوله في العالم. يعني الموضوع بسيط، ما في يعني حاجه انه نطلع شيء بيصير. يعني الان احنا عالجنا عدد كبير من الحالات، فهذا الموضوع يعني ايذر انه احنا بنلتزم قبل ما يجي المطعوم، او بدنا نغامر في انتشار اجتماعي ووفيات عاليه وانهيار القطاع الصحي في اي دوله في العالم. نعم دكتور. دكتور همام، أيضا انتشر في الأردن ما يسمى بالرئة الاصطناعية، ما بعرف إذا كنت على اطلاع عليها، سمعت عنها؟ رئة اصطناعية؟ لا، إيش هو يعني اصطناعية؟ بس ده مرة ثانية. انتشر شيء يسمى بالرئة، هو جهاز بدل الجهاز التنفسي، هو جهاز رئة صناعية بيستعملوه لمرضى كورونا. هو انتشرت الفكرة لكن لم ينتشر الجهاز نفسه في الأردن، كنت أخذ رأيك فيه. بتحكي انت على موضوع الاكمو، الاكمو اللي هو اللي بيصير انه اذا صار في الرئه خراب، اللي بيصير في موضوع الفيروس انه بضرب الرئه بشكل كبير، فالرئه بتبطل تقدر انها تعطي الاكسجين للجسم. وهذا المشكله اللي عندنا في الفيروس، انه الناس بيحتاجوا كميه هائله. يعني انا لي 20 سنه بشتغل في الاي سي يو، ما عمره في حياتي مر علي شيء في شراسه هذا الفيروس، اللي اذا يعني كميه الاكسجين نعطيها للناس فعلا انها مخيفه.
فاللي بيصير احيانا انه اذا ما بيقدرش انت تعطي الناس الاكسجين عن طريق جهاز التنفس او عن طريق الكانيلا او حتى يكون مثلا على جهاز الانبوبه، بيصير تحويل الدم الى الصناعيه هي الاكمو. بيصير انه الدم بيطلع من جسم الانسان الى هاي الرئه الصناعيه، بتغيره وبترجعه لجسم الانسان. هاي مشكلتها كثيره. اول شيء توفيرها صعب، الاجهزه كثير غاليه، تحتاج الى تقنيه صعبه لانه بدها جراحين وناس يعني لهم خبره كبيره في 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 استعمال هاي الاجهزه. والشغله المهمه الاخيره انها بتحتاج لتمييع دم كثير، وفي ناس بيصيب عندهم نزيف. احنا في عندنا في هيوستن يعني للاسف شيء دكتوره 28 سنه عمرها، كانت خريجه من النسائيه، واصيبت بالفيروس وتم وضعها على الرئه، وللاسف الشديد صار معها نزيف الدماغ وتوفت. يعني الموضوع مو سهل جدا يصير، ومو سهل توفره في المستشفيات، وبعدين العدد المحدود تقدر تحط عليه المرضى لهذا الشيء، فهو مش الحل. في الاسبوع الماضي طلعت دراسه بتحكي اعطاء اشعه، انه زي ما اعطى مثلا مرضى السرطان للرئه، اذا بتعطي انت يعني جزء خفيف من الاشعه للرئه، يتعرض لاشعاعات للرئه، ممكن تساعد في الهيلينج، يعني الرئه بتسم ترجع لتنفيذ الاكسجين احسن. هذه طلعت بس على 20 مريض هاي الدراسه، والان بلشت الدراسه اكبر لاعطاء اشعه لجسم الانسان. نعم. حاليا كان معنا دكتور، كان اول شيء شكرا جزيلا دائما لمعلوماتك المهمه، ودائما وجودك معنا بشكل دائم في برنامج دنيا دنيا لحتى تطلعنا على اهم واخر الاخبار فيما يخص فيروس كورونا. الدكتور همام الفرح وهو رئيس قسم الابحاث التنفسيه في مركز بلسنج هيلث كير كان معنا عبر سكايب من الولايات المتحده الامريكيه. شكرا جزيلا لك.